قاعد هنا بتعمل ايه؟ كويس انك جيت. خير؟ انا خايفة، قلبي مش مطمن. في ايه مالك؟ ريتال، انا مش عايز اسمع ولا كلمة، ومن هنا ورايح لا عايز اسمع لا منك ولا منها اي شكوى. كل واحدة فيكم تحط لسانها في خشمة وتعرف انها في البيت ده زيها زي الكرسي اللي قاعدة عليه. طب مش تسمعني لو مش عايز اسمع حاجة. قلت دي جت هنا امور الحريم دي تصفوها بينكم وبين بعض. انا مش عايز اسمع شكوى من اي واحدة فيكم، واللي هتشتكي هطلقها. انتهينا، يلا عشان الناس اللي تحت. وعبد الحكيم قولي شمس تقعد بيه. ايوه شمس تقعد بيه، لكن الخدامة هي اللي تنزل تخدم وتخدم على الحريم، مش كده؟ كلمة تاني هتاخدي بعضك وتطلعي برا البيت، ومش هشوف وشك هنا تاني. من هنا ورايح اللي اقوله تنفذيه من غير ولا كلمة، وانا مش هعيد الكلام ده تاني. ايه اللي وداك المفيدة؟ ريتال، لو سمعت انك رحت المفيدة تاني او اتكلمت معاها يبقى انت اللي نهيتي اللي بيني وبينك. لحقت تسخنك عليا؟ سمعت انا قلت ايه؟ تقومي تنزل يدك في يدها وتشوفي طلبات الناس اللي تحت، فاهمة؟ فاهمة يا حسن. حاضر عينيا اللي تؤمر بيه. هو انا اقدر اكسر لك كلمه؟ دقيقتين وتبقي تحت.